اعتقد بعد ما زال يومين في المهرجان، ولكن ما نسمع من الجمهور من الناس من المشاركين انها بالفعل دوره استثنائيه. طبعا يتقدمها الافلام العجيبه. اليوم صار الجولدن جلوب قبل ساعه النومينيشن، وعدنا نحن حوالي 21 نومينيشن من الافلام اللي موجوده، وهذا طبعا يسعدنا ونعرف ان نحن على الطريق الصحيح، وفريق العمل يختار الافلام اللي بالفعل توصل. وبعد شهر بيكون ان شاء الله وشهرين بيكون الاوسكار، وستسمعي بس معظم الافلام اللي موجوده عندنا موجوده في والبافتا، وكل هذا ان شاء الله بيكون جزء من الافلام اللي موجوده في دبي للمهرجان، وهذا شيء مو غريب ولكن يسعدنا. والله لسه بعدنا ما الارقام ما تاتي بعد ما يخلص، بس اعتقد انه موجودين حوالي 3300 شخص 24 ساعه في مكان واحد يتكلمون سينما، يحلمون سينما، وفي طاقه غير طبيعيه لما تتكلم في جهه معينه او في شيء تحبه، وهم يحبوا هذا الفن الجميل. طبعا والله ما نعرف، هاي مفاجات طبعا دائما يفاجئونا لجنه التحكيم، ونحن لا نتدخل في هذا، ونتمنى انهم يختاروا من هم يرونه مناسب، وما اقدر اقول نعتذر لانه اصلا هذا مو اللي عنده مناقشه مع لجنه التحكيم.